السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. اليوم من أعظم أيام الدهر، يوم عرفة، وهنا الحجيج في صعيد عرفات. نأخذ معكم جولات استطلاعية وتغطية خاصة، نبدأها بهذه اللقاءات هنا وسط هذه المخيمات مع مجموعة من الحجيج وهم بداخل هذه المخيمات. السلام عليكم، كيف أحوالك؟ الحمد لله. اسمك الكريم ومن وين؟ مجد الحلواني من مصر. مصر. الإخوة أيضا هنا المصريين، كل الأجناس موجودة في الحج وبالتحديد اليوم في صعيد عرفات. في هذا اليوم العظيم والأعظم، خير أيام الدهر، ماذا يمكن أن تقول عن هذا اليوم؟ أحلى يوم في الدنيا. نعم. والحمد لله من زمان ما أتمنى أن أجي عرفات، والحمد لله ربنا ناولها لي. أول مرة تجي الحج؟ أول مرة الحمد لله. جيت لحالك ولا معك حد من الأهل؟ لا، معايا المدام. كيف وجدتم اليوم عرفات والجموع الموجودة هنا؟ أحلى يوم في الدنيا شفته، وأحلى ناس شفتها هنا. نعم. الحمد لله. ودعواتكم الطيبة. الحمد لله ربنا. ماذا تقول الإخوة المصريين الذين يتابعونك ويشاهدونك الآن؟ ربنا يكتبها لكل مشتاق، وكل واحد يحب يجي هنا ربنا يكتبها له بحاجة يا النبي. نعم. يا رب. وهنا أيضا في المخيم اليمني، كيف حالك؟ حياك الله وسلمك، يا أهلا ومرحبا. اسمك الكريم ومن نجيب مقبل مهدي من ريمة. من ريمة، أصحاب ريمة. أهلا وسهلا. حج هذا العام يختلف عن العوام، حجيت من قبل ولا الأول مرة؟ أول مرة. أول مرة تحج؟ أول مرة. الحمد لله رب كتب لكم حج في يوم عرفة والجمعة تجتمع أيضا. ماذا يمكن أن تعبر عن هذا اليوم؟ نعمة عظيمة، نعمة كبيرة وعظيمة ما شاء الله، الحمد لله، الله يوفق ويتقبل مننا. آمين من الجميع. وهنا أيضا كيف حالك؟ الحمد لله. كيف اسمك الكريم؟ طالب محمد سعيد الهوامل. من وين؟ من منطقة الصاري. حضرموت. في حضرموت، وأيضا حضرموت موجودة. ماذا يمكن تقول لحضرموت وأهل حضرموت ولكل من يشاهدكم؟ والله نقولهم كل عام وأنتم بخير، وحي مقبول إن شاء الله، وإن شاء الله يحجوا السنة. أخ طالب، أول مرة تحج أنت؟ أول مرة نحج. معك حد من الأسرة ولا لحالك؟ لا، معي خالتي. نعم. بالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. نأخذ هنا هذه الاستطلاعات في هذا اليوم المهيب وفي هذه اللحظات وهذا المساء. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عيد سعيد، عيد أضحى مبارك يهل عليكم وعلينا. وهنا في عرفات. اسمك الكريم؟ مراك مروان. من وين؟ من تعز. كيف أصحاب تعز؟ الحمد لله. طيبين. طيبين. حج مبرور إن شاء الله، وسعي مشكور في هذا اليوم ذنب مغفور. أهل تعز ماذا تقول لهم من صعيد عرفات؟ أقول لهم أنه شعور لا يوصف بهذه اليوم، وإن شاء الله يكونوا كلهم هنا بإذن واحد أحد. نعم، بإذن الله. وكل عام وأنتم بخير. نعم، وأنتم طيبين. الكل هنا يريد أن يتحدث، أن يرسل هذه الرسائل في هذا اليوم العظيم وفي هذه اللحظات الآن. اسمك ومن وين؟ صالح أحمد محمد العاطي من تعز ماوية. حج صالح، أول مرة تحج؟ يا ثاني مرة اليوم تحقيق. أمي. كيف شفت حج هذا العام؟ حج هذا العام الحمد لله، ونحن نشكر البعثة الطبية اليمنية التي تقوم بالواجب، ونشكرهم مشكورين إن شاء الله، وجزاهم الله عنا ألف خير. آمين. وندعي لليمن إن الله تعالى يخارج اليمن إلى بر الأمان، ونكون في أحسن حال. آمين. منا نحن عليه. تحج عن الوالدة قلت؟ بحج عن أمي. أيوة. توفت ولا إيش؟ الحمد لله. ربنا يغفر لوالدته ويرحمها، ودعوا لها أيضا بالرحمة والغفران. وهنا هذه الجولات الاستطلاعية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. اسمك الكريم من وين؟ اسمي الكريم من اليمن. فين في ال؟ من اليمن، من تريم بالضبط. أصحاب تريم حاضر متواجد هنا. أول مرة تحج ولا؟ لا، قلت لي أنا سنين عديدة وأنا حي الحمد لله. فضل أكثر الله مرة تحج؟ أكثر من مرة الحمد لله. نعم. كيف وجدت طبيعة حج هذا العام باعتبارك حجت أكثر من حج؟ طبيعة الحي هذا العام ما شاء الله، يعني نستبشر بها لأنها صادفت في يوم جمعة والوقفة بعرفات. والوقفة بعرفات. الوقفة بعرفات واليمعة نادر من أنها تتقارن مع بعض يعني. يعني أحدهم برضو أخبرنا أنك ما شاء الله تقوم بدور كبير هنا أيضا في عملية الطباخة والتجهيزات أيضا للحجيج. أيوة، نحن نطلع سنين عديدة في خدمة الحياي ما شاء الله. إذن هو أحد الأخوة هنا أخبرنا أنه يقوم بجهد عظيم. كم سنوات تقريبا لك وأنت يعني تكون في حملة الحج؟ والله بالأقرب تقريبا كان ممكن 15 سنة ولا زيادة شوي يمكن. ما شاء الله 15 سنة يحجها كاملة، كتبت له هذه الحجة. تقوم بعملية يعني ما وقفت نحن لا سنتين دي حق كورونا دي. كورونا بس ما طلعت؟ ما طلع سنتين. وأنا حسران بقى ما شاء الله، ما فك من التلفزيون أيام الحي أبدا، أيام كورونا عيني تقطف يوم ما أشوف. سبحان الله، مهنة بسيطة
يعني وفقته لأن يحج أكثر من 15 مرة يقدم هذه الوجبات للحجاج اليمنيين بالتحديد من تريم. من تريم بالضبط نعم. إذن حج هذا العام يختلف عن 15 حجة سابقة. يختلف عن 15 حجة طبعا. من ناحية ومن شعورك يعني من قلبك تحس أن الحجة هذه مش كم الحجات ذيك فيها تهز الشعور يعني. أنت قلت أكثر من 15 حجة، هل صادف الحج كم مرات صادف يوم عرفة صادف الجمعة؟ والله أنا تقريبا أذكر أن مرة واحدة حيات باليوم أول مرة ينطلع فقط ومن بعد هذه معاش. وهو حدث نادر لا يجتمع إلا حوالي 20 عام أو 25 عام. كل عام أنت طيب وأنت بخير إن شاء الله، وإن شاء الله تستمر بطول عمرك إن شاء الله في حجات قادمة بإذن الله. إن شاء الله نخدم الحياة حسب ما نقدر إن شاء الله ما نقصر معه بإذن الله. شكرا لكم هنا أيضا الحجيج في هذا اليوم وفي صعيد جبل عرفات. طيب خير اسمك الكريم؟ علي مشهد عبد الله. من وين يا حاج؟ من اليمن. فين في اليمن؟ من لوائب. من لوائب الأخضر. نعم. أول مرة تحج ولا كنت حجيت من قبل؟ حجيت من قبل بالزمان. كم قبل كم؟ تقريبا 20 سنة. 20 سنة؟ نعم. صادف جمعة عرفة ولا ما صادف جمعة لما حجت؟ الحمد لله صادفتها واليوم يعني الثانية إن شاء الله. سبحان أنت حجيت أيام الجمعة عرفت صادف الجمعة. الحمد لله. خير عظيم وكبير. توفيق من الله. إيش تقول أصحاب إب؟ أقول لهم عليهم بالسكينة والهدوء وعليهم أن يقرأوا المناسك حقهم وعليهم أن يعني يتحلوا بالسكينة وهذا أهم شيء. نعم. في الحج والإخلاق والتحمل بعضنا البعض والحمد لله على كل حال. وهذا اليوم هنا طبعا يهل عيد الأضحى المبارك، دعونا أيضا أن نأخذ هنا آراء الإخوة وكذلك تهانيهم بعيد الأضحى السعيد في هذا اليوم. كيف حالك؟ بخير طيب. اسمك الكريم من وين؟ نجيب مغد مهدي الرجمي. من ريمة. أيوة. تعالوا يا حجي، اليوم يوم عرفة يوم عظيم، ماذا يمكن أن تقول كحاجة عن هذا اليوم وأنت تحضر؟ ربنا أكرمكم بحضور هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لإداء هذا الفرض. الآن عيد، ماذا تقول للمشاهدين؟ عيد. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم في بخير. نعم. أول عيد يهل هنا في هذه اللحظات الآن ومن صعيد عرفات، ماذا تقول للمشاهد؟ أول تعرف على اسمك ومن وين؟ أنا اسمي مراد يحيى مصطفى من القراحي. الجراح؟ أيوة مدير محافظة الحديدة. الحديدة. حياك الله. اليوم عرفة. اليوم عرفة. واليوم جمعة. واليوم جمعة، نسأل من الله أن يتقبل مننا من كافة الحجاج، نسأل من الله ألا يحرم أي أحد في من هذه البقاع. كم سنة لك وأنت تشتاق لهذا المكان؟ ما أقول لك كم سنين. يعني أول مرة تحج؟ لا الحمد لله هذه إن شاء الله نسأل الله القبول. نعم بإذن الله نسأل الله القبول. على كل حال هنا أيضا اسمك الكريم من وين؟ تعال. أصحابك؟ عبد الصمد حيدر أحمد. من وين يا عبد الصمد؟ من اليمن. وصاب. من وصاب. العالي ولا الساحل؟ وصاب الساحل. حياكم الله. الله. في ليلة العيد ماذا تقول للمشاهدين أصحاب وصاب في ليلة العيد؟ كل عام وأنتم بخير وبصحة وعافية إن شاء الله. وهكذا مشاهدينا الكرام وعن هذا اليوم العظيم وعن أيضا جولاتنا الاستطلاعية وجولاتنا بداخل صعيد عرفات وصولا إلى جبل الرحمة، دعونا أن نتابع ونشاهد هذا التقرير الذي تجولنا من خلاله وسط مشعر عرفات وصعيدها الطاهر. عرفة أعظم أيام الدهر قاطبة، خير يوم طلعت فيه الشمس. طلعت الشمس هنا اليوم ليجتمع يوم الدهر الأعظم بيوم الأسبوع العظيم، جمعة وعرفة، حدث وفضل عظيم لا يجتمع إلا نادرا. يتوجه الحجيج إلى عرفات ومن كل خيامهم يحدو بهم الشوق لاستشراف جبل الرحمة. في صعيد عرفات وبقلوب طامعة في محو زلاتهم، أكف الضراعة ترفع إلى عنان السماء ترجو غيث خالقها الأرحم. دموع مسكوبة ترجو رحمة ربها الخالق تجمعهم وحدة المظهر والمقصد، متحللين من مشاغل الدنيا هاربين من كبوات الطريق وعثراته. هنا ومن أمام جبل الرحمة في عرفات نختتم معكم هذا المشهد وهذا المشهد المهيب هنا الذي يجمع كل جنسيات العالم بلسان واحد ويهتفون لرب واحد، جاءوا من كل صوب ومن كل حدب تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. سعيد بكر لقناة حضرموت من أمام جبل الرحمة في عرفات.